ثرى بعد صلاة الجمعة جثمان الفنان الجزائري الراحل رشيد طه في مسقط رأسه بمدينة سيق في ولاية معسكر بعد يومين من وفاته في فرنسا. ووصل جثمان نجم الروك في الثمانينيات وأحد أبرز مغني الراي والموسيقى الشعبية الليلة الماضية إلى الجزائر بعد أن توفي جراء نوبة قلبية عن عمر ناهز 59 عاما. الله أكبر. رحمه وعافيه واعفو عنه واكرم نزوله ومسح مدخله واغسله اللهم من ماء والثلج والمرض ونقيه اللهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. علامة الخير في الإنسان هذا كلام العلماء من علامات المحرم ويوم الجمعة رحم الله الفقيه ورزق الله الوالد بتاعه الناس منهم أسرة ثورية رزقهم الله الصبر والسلوان. احنا خساره كبيره بيان سور ايلي طون باش لي ريسبونسابل يفيقوا روحهم ويديروا قيمه ان بو بلوس لارتيست باسكو لارتيست يشوازي با ديتر ارتيست والفن ما يروحش يشري فيه مارشي ولا يشري بالكيلو ولا بالطرف. الفن يعطيه لك ربي موهبه دونك الا كان موهوب راهو يفرح روحه يفرح الناس يوصل دي ميساج وكاع دونك يفوك يفوك لي ريسبونسابل سو روند كونت شويه بلي اشاك فوا كيروح ان ارتيست كاين واحد الكوتي وين الناس سي سون ان بو مالورو باسكو شوف الفنان راهو يسحق فنانين كي يكون وزير ثقافه عنده وقت باش يقدر يحضر وماهوش مريض وما راهوش اوكي يقدر يكون معذور مي الفنان يسحق الفنانين دابور الور نبداو بالفنانين اللي كاين بزاف منهم اللي ما جاوش ورا ماهمش بعيد من هنا من المنطقه هذه وما جاوش اللي ما قدرش يجي باسكو مريض ولا باسكو عنده اون اوبليغاسيون الله يعلم ما نقولوا عليه والو بصح لي لا بريفيري يرقد كي يوقف مع واحد اللي توفى وراه كمان عنده اون فامي وراه خلى مانيش عارف انا جو سوي ان ارتيست جو سوي ريسبونسابل دو سكو جو دي نهضر على لي زارتيست يفالي كمان يحضروا اللي ما حضرش باسكو ما قدرش ما هو معذور. نعم لا لا شو با دو سود انا مامير دو باريغو الله يرحمها اي جو سوي ني الجي اي دو بير شاوي مي جو ريست ديسبونيبل للالجيريان والالجيري واللار فوالا. غانم راني جاي المرحوم الله يرحمه ونطلبوا له الرحمه وفنان فنان وفنان قدير ان شاء الله الله يرحمه ان شاء الله. اولا نعظموا الاجر الاهل تاعو وكذا كما يقول لك العمر مهما طال فلا بد من طلوع لا بد من دخول القبر. الجزائر لمره اخرى ثاني تفقد فنان اصيل فنان جزائري فنان طلع اعلام الجزائر ورحنا نشوفوا الفنانين راهم يموتوا واحد مرة واحد بصمت. نتمنى ان شاء الله من السلطات يتكاكاو لهاد الفنانين يزوروهم ما دامهم حيين اما من يموتوا العرجون علاه. الفنان اليوم ربح زوج صوالح من هذا الفن ربح من يمرض يقولوا الله يشافيه ومن يموت يقولوا الله يرحمه. الجزائر لمرة أخرى نعزوا في طه نطلبوا لها الرحمة والرحمة لجميع الفنانين وهذه يعني مبادرة باش الفنانين يتحدوا والسلطات ينظروا كاين شعراء كاين كتاب كاين ممثلين كاين مغنين كاين علماء راهم يموتوا بالصمت نبحتوا عليهم ما داموا في الحياة. ما نقدروش نحكموا على الغائب يا ولدي حقيقة أنا تأسفت من ما شفتش الفنانين خاش بعض المرات هاد الجنائز فرص باش نتلاقاو مع بعضنا بعض فرص باش نشوفوا بعضنا بعض. نتأسف اللي ما حضروش. Je crois que Rachid Taha était une perte effectivement importante pour la chanson mondiale, pour la chanson algérienne, pour la chanson française. C'était un chanteur métissé
qui voulait, qui avait à cœur de, d'être un passeur de fraternité, un passeur de chansons, puisqu'il a aussi permis de populariser la musique charabie en Algérie, en France, pardon. Et je crois que c'est une perte pour le monde des artistes. C'est pour ça que nous sommes venus participer, lui rendre hommage. Tout à fait. Tout à fait. Il s'est rendu célèbre évidemment par le groupe, le nom du groupe qu'il avait monté avec, avec ses, ses amis. Et puis la reprise de la chanson Douce France. Et c'est vrai que c'était un chanteur qui avait à cœur de favoriser les ponts entre les cultures, entre les deux rives de la Méditerranée. Et je crois que c'est à ça qu'il faut rendre hommage. Une grande perte pour les artistes, pour la chanson mondiale en général.